ورد، ريحة ورد ما شاء الله، ورد في على القبر ومنتشر بفضل الله عز وجل عند رأسها وعند قدمها حتى الخارج، حتى الخارج تعبوا قدوا شم قدوا كيف شم شد شم شد قلبوا عليها ريحة الورد، ريحة الورد ما في القبر كل حتى عشان شد شم صح؟ عبد الرحمن نعم ريحة شنو؟ وهذه بفضل الله عز وجل يعني حسن خاتمة، هذا حسن خاتمة أن الله عز وجل يحول من هذا التراب ويحول من هذا الصخر الصغير إلى ريحة، هو مش ريحة، هو أصلا من 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 روائحة أنه أصلا يعني ما في ريحة، بالعكس ريحته غير جيدة يعني بالنسبة لبني آدم، لكن سبحان الله تحول هذا القبر بفضل يعني صلاح هذه المرأة وكونها يعني كانت داعية للخير معلمة تربية إسلامية بفضل الله عز وجل وصالحة وكانت على خلق عظيم. الله جل وعلا في هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة جعل من قبرها ريحة مسك، احنا ما ندري صراحة، لكن الأخوة اللي زاروها بعد صلاة الجمعة الأخ جزاه الله خير أبو عمير ذكر لنا انه والله من دخلوا المقبرة أبو عمير شو صار بالضبط من دخلتوا الظهر؟ ما شاء الله رحنا أنا مشعل زوجها وشمينا ريحة الورد يعني ما شاء الله يعني اخوانه بعد سالم سيف كلنا شمينا مشعل بعد موجود وشم هالشيء يعني شافه مشعل شميت هل حطيت مشعل ورد؟ هل صبيت ورد؟ نسأل الله عز وجل أن يقبل الحمد ويرزقها إن شاء الله الجنان وصحبة عائشة رضي الله عنها وخديجة رضي الله عنها وصحبة آسيا بنت المزاحم وصحبة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وصحبة أمهات المؤمنين وصلى الله على محمد. وإذا أحبك الله ختم لك ربك أن تموت على الإسلام حتى تموت على الإسلام، كن في قلبك فرحا أنك تعبد الله. كيف تعرف أنك على الإسلام؟ أن تفرح إذا أطعت الله، لا تفعل العبادة تخلصا، بل افعل الطاعة قربة إلى الله.